ماذا يجب على الإنسان أو ماذا يجب على إنسان يريد الحج لأول مرة وبماذا تنصحونه؟ السؤال الأول لم يكمل الجواب عنه وهو قوله هل العمرة يصح فعلها قبل الحج أو لا بد من تقديم الحج؟ لا مانع من أداء العمرة قبل الحج، فيعتمر قبل الحج، إما عمرة يتمتع بها إلى الحج أو عمرة يؤديها في أي وقت من السنة، لا مانع من ذلك أن تكون العمرة قبل الحج. رسالة الأخ عبد الله يقول في سؤاله الأول: ماذا يجب على إنسان يريد الحج لأول مرة وبماذا تنصحونه؟ يجب على الإنسان الذي يريد الحج ولأول مرة أن يؤدي الحج على الوجه المشروع، وأن يصحب أناسا من أهل الخير يعينونه على طاعة الله ويبصرونه بمناسك الحج إذا كان يجهلها، وهذا يجب على من حج أول مرة وعلى غيره أن يؤدي الحج على الوجه المشروع. ولكن الذي يحج لأول مرة قد يخفى عليه بعض أعمال الحج أو غالبها، فهو بحاجة إلى من يبين له، فيختار من الرفقة من يكون صالحا لذلك. نعم.